انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. ملك بوليوود شاروخان يخضع لعملية جراحية بعد حادث له في لوس أنجلوس الأمريكية، وحزن وقلق يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا حدث لشاروخان وما تفاصيل الواقعة؟ نجمة بوليوود شرادة كابور تدخل في علاقة حب جديدة بعد انفصالها، والمعجبون متحمسون لمعرفة التفاصيل الخاصة بحبيبها الجديد. من هو الحبيب الحالي لشرادة كابور، ومن يكون، وما سبب تفضيلها لهذا الشخص على نجم بوليوود تايكا شروف؟ ولادة نجمة بوليوود السابقة سنة خان من زوجها المفتي أنس بعد العودة من المكة المكرمة مباشرة، والإعلان عن جنس المولود والحالة الصحية للطفل والأم. بعد استقبال الزوجين ديبيكا كاكارا وشعيب إبراهيم لطفلهما الأول، استقبلت هذا الصباح نجمة بوليوود السابقة سنة خان طفلها الأول ذكر من زوجها المفتي أنس السيد بعد عودته من المكة المكرمة مباشرة، إذ انتقل الزوجان إلى حسابهما الشخصي على الإنستغرام للإعلان عن خبر ولادة طفلهما الأول واطمئنان المعجبين عن الحالة الصحية للطفل والأم. وجاء في تعليقهما الآتي: اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله من الصالحين، واجعله حافظا لكتاب الله وقرة لأعيننا، جزاكم الله خيرا جميعا على حبكم ودعائكم الذي جعل قلوبنا وأرواحنا سعيدة في هذه الرحلة الجميلة. بعد انفصال نجمة بوليوود شرادة كابور عن حبيبها السابق روهان شريست لأسباب مجهولة، ودخولها في حالة اكتئاب شديدة، ومحاولات عديدة لنجم بوليوود تايكا شروف التقرب منها بعد اعترافه بحبه لها، انصدم الجميع هذا اليوم بخبر ارتباط نجمة بوليوود شرادة كابور من جديد براهول مودي، وهو كاتب ومساعد مخرج لفيلم تيجوت تيمي ماكارا من بطولة النجمين شرادة كابور ورامبير كابور. وقد تم تأكيد هذا الخبر بعد رؤيتهما معا البارحة في عشاء غرامي في أحدى مطاعم مومباي، إذ انقسم الجمهور بين من أيد علاقة شرادة كابور الجديدة وبين من انتقد اختيارها الحالي، والكل ينتظر بفارغ الصبر تأكيدا رسميا من شرادة كابور على ارتباطها الجديد. لقد استفاقت الهند البارحة على خبر إخضاع ملك بوليوود شاروخان لعملية جراحية بعد تعرضه لحادث على مستوى أنفه في لوس أنجلوس الأمريكية، إذ انتشر هذا الخبر بشكل فيروسي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب معجب شاروخان في جميع أنحاء العالم عن قلقهم وخوفهم، وانتقل الجميع إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للإطمئنان على حالته الصحية. فحسب ما تم تداوله على الصحف الهندية أن شاروخان كان يصور في لوس أنجلوس من أجل فيلمه الجديد، وانتهى به الأمر بإيذاء أنفه ونقل على الوجه المستعجل إلى المستشفى. وأكد الأطباء أن شاروخان يحتاج إلى عملية جراحية لوقف النزيف.
ليتضح اليوم أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق بعد أن ظهر شاروخان هذا الصباح في مطار مومباي في حالة جيدة، ولا توجد عليه أي علامات خطرة تثير القلق وخوف معجبيه. وبهذا نقول أن لا شيء يدعو للقلق، وبأن خبر إصابته مجرد سطخ من إعلامك لا أقل ولا أكثر. إليكم هذا المقطع. هل تريد ان تكون هناك